منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر في شهر فبراير الماضي، اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على المواطن المصري. مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المختلفة، سعت الحكومة أيضا لتحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والعمل قدر الإمكان في ظل تطبيق هذه الإجراءات وحماية صحة المواطن، وذلك في محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا. أكد عدد من الخبراء أنه في ظل أزمة كورونا فيروس كوفيد-19 تسعى الدولة والحكومة لتحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج وحماية صحة المواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعة. المزيد حول كيفية تحقيق التوازن بين استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وبين استمرار عجلة الإنتاج، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، كل سنة وحضرتك طيب في البداية، وبرحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. الحفاظ على حياة المواطن أولوية، وأيضا الحفاظ على ربما حياة المواطن تستدعي إعادة تدوير عجلة الإنتاج. هنا يجب أن يحدث بلوغ لنقطة التوازن، كيف يتم ذلك دكتور هشام؟ يا استاذه ندى، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، وكل سنه والجميع بخير. يعني معتقد الحكومه بتتسم الحقيقه في مواجهتها لهذه الازمه الصعبه اللي بتجتاح المجتمع الدولي ككل، اتسم انها بتعمل وتصدر عدد من القرارات او الاجراءات في اطار من الموقع الموضوعيه والواقعيه، لانه الحقيقه القرارات اللي بتتخذ رهن بالظروف والبيانات اللي بتتاح. ما يتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين، مؤكد أنه مزيد من الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذها الحكومة، والحقيقة هذه الإجراءات مستمرة بل على العكس بيتم تدعيمها كل فترة تحسبا للحد من انتشار هذا الوباء. وفي ذات الوقت أيضا الحقيقة الحكومة بتتجه لي أو عازمة على استمرار عجلة الإنتاج والعمل، لأن هو ده كمان في النهاية مش بس هيحافظ على الوضع الاقتصادي، لكن كمان هيحافظ على المواطن، لانه ما ينتج هو يحتاجه المواطن، سواء كنا نتحدث بقى عن مستلزمات طبيه، صحيه، ماكل، مشرب، كل ده الحقيقه المواطن محتاجه. واذا توقفت حركه الانتاج، مؤكد انه المواطن ايضا سوف يتضرر، لانه مش هيلاقي السلع اللي هو محتاجها، والحقيقه هيبقى في موجه عاليه من التضخم، لانه الاسعار هترتفع، وده هياثر بالسلب على مستوى معيشه المواطنين، خاصه لانه الحقيقه في ظل انه الازمه اللي احنا بنواجهها، مؤكد انه مستوى الدخل بالنسبه لعدد كبير من فئات الشعب المصري تاثرت. العماله غير المنتظمه وغيرها، كل من يعمل في قطاع السياحه او في قطاعات اخرى تاثرت بعنف، فمؤكد انه الدخل اتصور انه اقل مما كنا عليه قبل جائحه كورونا، وبالتالي مش محتاجين انه يكون مع الدخل الاقل في ارتفاع في الاسعار. استمرار حركه الانتاج والعمل هو ده اللي الحقيقه بيحافظ على مستوى معيشه للمواطن، وايضا بيلبي احتياجاته، وخاصه انه الحقيقه جزء مهم من هذه الاحتياجات اللي بينتج في مصانع مرتبط بيه بقى احتياجات المواطن في هذه الظروف الصعبه. طيب دكتور هشام، الموازنه بين تدوير عجله الانتاج والحفاظ على حياه المواطن بالطبع ليه معايير، يمكن يعني لو حضرتك تقول لنا اهم هذه المعايير. مؤكد انه التوازن فيما بين الانتاج والحفاظ على صحه وسلامه المواطن مهم، انه مش بس يشغل ذهن الحكومه لكن كمان يشغل ذهن المواطن، بمعنى انه مهم قوي في هذه الظروف انه يكون في وضوح للرؤيه وقدر من رؤيه الطرف الاخر، يعني مهم قوي انه المواطن يشوف الحكومه بتتحرك ازاي، بتاخد قراراتها ازاي، وكمان مؤكد انه الحكومه وهي تصدر القرارات مؤكد ان بيبقى عينها على المواطن، مؤكد انه هذا التوازن هو اللي بيحقق استقرار للمجتمع، لانه اذا لم يكن هناك توازن فيما بين الانتاج والحفاظ على الاجراءات الاحترازيه والحفاظ على صحه المواطنين، مؤكد انه الكل سوف يتضرر، لانه اتصور انه من يصاب بجائحه كورونا بالتاكيد هيكون وضعه صعب، لكن باقي المجتمع ككل هو كمان هيتضرر وهيدفع ثمن كبير اذا لم يكن هناك انتاج. فمهم قوي انه مش بس الحكومه تاخذ هذه القرارات، ومش بس انه المواطن يلتزم بهذه القرارات، لكن كمان الحقيقه جهات العمل المختلفه مهم انها الحقيقه تلتزم كل التزام بالاجراءات الاحترازيه، لانه هو ده اللي هيضمن لنا ان احنا نعدي من الازمه اللي بتواجه المجتمع الدولي ككل، وبالتاكيد بتواجه المصريين. وفي ذات الوقت ايضا
ما ناثرش على انفسنا او على دخلنا او على ما ننتجه، لانه مؤكد انه ده هيحافظ على استمرارنا، لانه كمان بالمناسبه التصدي لجائحه كورونا محتاج دخل، محتاج اقتصاد قوي، لانه الدوله لن تستطيع ان تواجه هذه الجائحه اذا كان الوضع الاقتصادي سيء. يعني هنا دكتور هشام التعويل في المرحله المقبله سيكون على ربما جناحين، جناح الوعي لدى المواطن وجناح توفير بيئات عمل يعني ربما مستقره في الاتجاه الاخر. في هذا التوقيت اتصور ان احنا محتاجين مزيد من التعاون، التنسيق فيما بين كل افراد المجتمع، سواء كان الحكومه، سواء كان المواطن، وكمان مؤسسات الاعمال. يعني اتصور انه عبء كبير ملقى على عاتق المسؤولين عن إدارة مؤسسات الأعمال المختلفة، القطاع الخاص والقطاع العام، لأنه مهم أوي إن احنا نلتزم بكل ما يصدر من قرارات وإجراءات، لأنه هدفه في النهاية الحفاظ على الجميع، وإذا لم يكن هناك التزام قوي من جانب هذه المؤسسات أو من جانب المواطنين بما يصدر من قرارات من جانب الحكومة في إطار الإجراءات الاحترازية، أتصور هيبقى الوضع هيجبر الحكومه انها تتخذ مزيد من ما هو هنا السؤال دكتور هشام، يعني بحكم ان الوضع اللي احنا فيه ده وضع جديد، هل من الممكن ان نرى ربما تشريعات جديده تتماشى مع الظروف الاستثنائيه والجديده التي تشهدها البلاد؟ خلينا نؤكد تاني على انه الحكومه كما اشرت في البدايه تتسم بالواقعيه، بمعنى انها لا تتجه لمزيد من فرض اجراءات او اصدار تشريعات الا اذا كان البيانات اللي بتتاح في حينها تتطلب هذا. بالتالي احنا مش عايزين نسبق خطوات كبيره، وده الحقيقه قد لا يكون له مبرر في التوقيت الحالي، لكن كل وقت بالظروف المتاحه فيه، بالبيانات، بقدرتنا على الاستيعاب او تخطي هذه الازمه اللي الحقيقه لم نشهد لها مثيل من قبل. فمهم قوي انه يكون مؤكد الحكومه لديها سيناريوهات مختلفه طبقا للمعطيات، لكن كمان مهم ان احنا نساعد الحكومه انها لا تجبر انها تتخذ قرارات اقصد شده، لانه ده هيضرنا كلنا، وبالتالي خلينا ناكد على انه مهم قوي في التوقيت الحالي انه كل مواطن يضع نفسه كموضع اتخاذ القرار، بما ان احنا كلنا مسؤولين وكلنا هنضطر ان احنا ناخد قرارات صعبه، وبالتالي مش عايزين نخلي متخذ القرار الحقيقي انه يتجه لمزيد من الاجراءات الصعبه اللي هتاثر علينا كلنا، فخلينا نساعد بعض. نعم، يعني هو زي ما حضرتك تفضلت وذكرت ان التعاون هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمه. دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف.